الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد أعلى الإسلام من قيمة الإنسان، وكرم الإنسان على إطلاق إنسانيته، فقال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم. كرم بني آدم جميعا، لم يقل كرمنا المسلمين وحدهم، ولا المؤمنين وحدهم، ولا الموحدين وحدهم، وإنما كرم الإنسان على إطلاق إنسانيته دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق. وأكد ذلك واضحا جليا في كتابه العزيز، فقال سبحانه: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقال سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. لو أراد أن يجعلهم على دين واحد أو ملة واحدة أو شريعة واحدة لخلقهم على ذلك مفطورين، كما خلق الملائكة مفطورين على عبادته وتسبيحه وتقديسه وتوحيده. لكنه سبحانه وتعالى جعل التنوع والاختلاف سنة كونية ستظل قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حيث يقول سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، بما يفيد استمرار التنوع والاختلاف إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن ثم فإن محاولة بعض من لا يفهمون سنن الله الكونية ولا فهم دينه ولا يفهمون دينه فهما صحيحا، ممن يحاولون حمل الناس عنة أو كراها على دين الله، فهذا فهم غير صحيح للدين ولا يتسق مع سنن الله الكونية، لأن الإيمان قائم على حرية الاختيار، وعلى أن تقبل إلى الله عز وجل بحب واختيار. ومن ثم نؤكد أنه لا قتل على المعتقد، ولا إكراه على المعتقد، ولا حمل على المعتقد. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كافرة مقتولة في ساحة الحرب، وكانت عجوزا لا تقوى على القتال، قال: من قتلها؟ ما كانت هذه لتقاتل؟ مما يؤكد أن القتل ليس على الدين ولا على المعتقد، وإنما القتل مقابل للقتال. لا إكراه على المعتقد، ولا حمل على المعتقد، ولا قتل على المعتقد. وإذا كنا لا نحمل الناس على أصل الدين، فمن باب أولى ألا نحملهم عنة وكرها على فروع الدين. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. صحيح الآية في معرض الإنذار والتحذير من الخروج على سنن الله، لكن الإيمان يكون اختيارا، وأمر الناس في حسابهم في الآخرة إلى الله عز وجل. ودور العلماء هو البيان، بيان شرع الله عز وجل. دورنا هو البيان والتوضيح، أما الأمر الهداية فإلى الله عز وجل، حيث يقول الحق سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. العقيدة الصحيحة إذا أقبل الإنسان على الله عز وجل بقلبه، وآمن إيمانا حقيقيا بالله عز وجل عن قناعة واختيار ورضا، فإنه حينئذ لا يمكن أن يكذب أو يخون أو يغش أو ينافق. حتى أن بعض الناس عرف الإيمان بالصدق فقال: الإيمان الحقيقي الإيمان أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك، وألا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك، لأن قوة إيمانك بالله
تجعلك تدرك وتؤمن أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالعقيدة الصحيحة السليمة، الإيمان الكامل بالله عز وجل، يجعل من الإنسان مسلما حقيقيا، لا يكذب ولا يخدع ولا يخون ولا يخلف عهدا. ولذلك لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ولا دين لمن لا ولا إيمان ولا إيمان لمن لا حياء له. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الإيمان والحياء قرناء، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. العقيدة الصحيحة تصنع إنسانا سويا. أما عندما طغت الجماعات المتطرفة والإرهابية والمنحرفة بدين الله عز وجل، واتخذت الدين سطارا وغطاء لتمكنهم من الدنيا وتحقيق أغراضهم الدنيوية، كان المعتقد في جانب والأخلاق في جانب مخالف. فتجد من هذه الجماعات التي تدعي الإيمان والتي تدعي الإسلام يستحلون الكذب ويستحلون الغد ويستحلون خلف الوعد، والغاية عندهم تبرر الوسيلة. ذلك لأن الأمر عندهم لتحقيق مصالح دنيوية، أما الإيمان الحقيقي فيجب أن يكون مجردا لله، لا لدنيا تصيبها ولا لامرأة تنكحها، وإنما قصدك ونيتك وإخلاصك لله ورسوله، وساعتها ستجد وستذوق حلاوة الإيمان. أسأل الله أن يرزقنا حسن الإيمان وحسن التوكل عليه وحسن الاعتماد إليه وصحة المعتقد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.